عادة لما أجهز المحاشي مثل الملفوف وورق العنب بحب أجهزه قبل بلالة لحتى تاني يوم أستغل الوقت بعمل أي شيء تاني أثناء طبخه. واليوم رح أخبركم عن طريقة الملفوف. بعد ما سلقت الملفوف بزيل الضلع اللي بالوسط بقسمه حسب الأحجام اللي بدي إياها. وهلأ رح أجهز الحشوة عبارة عن رز مصري منقوع لمدة نص ساعة، لحمة مفرومة والبهارات نعناع يابس، رشة كمون وفلفل أسود، فينا نضيف بهار مشكل، دبس الرمان وزيت الزيتون، رح أضيف الملح، بودرة الماجي فينا نستغني عنها لكنها بتعطي طعم كتير طيب للملفوف. وهلأ بلف الملفوف مثل العادة، بفرد الورقة وبحط الحشوة دون ما أوصل للطرفين اليمين والشمال وبرفها بشكل رول. ومجرد أنتهي من كامل كمية اللف ببدأ بترتيب الملفوف بالطنجرة. بالبداية رح أحط زيت زيتون وأوزع الأضلاع، رح أحط ثوم لا تستغنوا عنه بيعطي طعم كتير طيب للملفوف، وأبدأ بترتيب حبات الملفوف. أهم خطوة إنه لا نرص الحبات بشكل متلاصق جنب بعض لحتى نعطي مجال للرز إنه ينفش ويستوي بشكل متساوي. مجرد أنتهي من ترتيب طبقات الملفوف بغطي الطنجرة وبدخلها الثلاجة، وبهيك بتكون جاهزة للطبخ وحيكون طريقته بالفيديو القادم.